ناصر الشمراني وتيسير الجاسم، اسمين لا يختلف على تمييزهما أحد، ولكن في الآونة الأخيرة أصوات ترتفع منتقدة أداء الاثنين. الشمراني وبعد مطالبات كبيرة من جماهير الزعيم على أن يكون في التشكيل الأساسي لليوناني دونيس، يتحصر على هذه الفرصة بعد غياب البرازيلي الميدا للإيقاف عن النهائي المنتظر. في آخر لقائين للزعيم لعب الشمراني بصورة أساسية أمام الرائد والتعاون ولم يقدم المأمول منها. عشاق الزعيم انتقدوا ويتأملون أن يشهد النهائي ردا من الشمراني عليهم. وفي القلعة الخضراء يبرز اسم تيسير الجاسم وبشكل كبير كأحد أكثر اللاعبين هبوطا في مستواه حين وجهوا له العديد من الانتقادات، وها هي الفرصة تأتي له من جديد لتغيير آراء منتقديه وإعادة مستويات سابقة. لا تعتقد أن الفرصة تأتي مرتين، ولا تظن أن الحظ يبتسم دائما. مقولة تمثل الحال بالنسبة للنجمين، فمن سيعيد نفسه على حساب الآخر؟